كل الجهود وتوحيدها باتجاه واحد ومحور واحد، وهو كيفية التكيف والتنفيذ. يعني احنا انتقلنا من مرحلة التخطيط، والمؤتمر هو بداية انطلاقة التنفيذ إن شاء الله. بالحقيقة وزارة الزراعة لديها الكثير من الإنجازات والأمور والمشاريع المنفذة على الأرض، بإعادة التشجير وتوزيع الأشجار وإعادة إحياء بعض الأراضي التي تم تركها أو هجرها. كذلك هناك مشروع ضخم لإعادة إحياء الزراعة المناطق الصحراوية وتثبيت الكتبان الرملية. مسؤوليتنا كمسؤولية وزارة الزراعة إدارة الغابات ومكافحة التصحر، وبالتالي هذا العمل هو بعيد عن المواطن ولكنه موجود على الأرض وبخطى واسعة، وإن شاء الله تبدو آثاره. التعامل مع التغير المناخي هو تعامل تدريجي، أي لا يمكن أن نحدث قفزة بين يوم وليلة، وإنما هي سياسة لغرض التكيف، تضمن تقليل الانبعاثات بنفس الوقت، وبرامج تتعامل مع زيادة الغطاء النباتي، وبرامج أخرى تتعامل مع نشر الوعي للمواطنين للتكيف مع التغيرات اللي أصبحت حتمية. إذا كانت في البصة والناصرية والمناطق الجنوبية، كيف راح يوفر المياه؟ تعرف نسبة الملوحة يعني موجودة فيه؟ نعم، هو بالتأكيد انطلاق مبادرة 5 مليون شجرة التي أطلقها دولة الرئيس في افتتاح المؤتمر، هي أكيد تقع ضمن خطة للتوزيع، وكذلك الخطة الرديفة اللي هي خطة الاستدامة. أي إحنا لدينا دليل تم إنشاءه، وهو دليل التشجير الحضري، حيث ستشمل المبادرة هذه والحملة هو إعادة التشجير داخل المدن، وبالتأكيد المدن كافة، مدن العراقية مستهدفة بهذه الخطة، يكون هناك استدامة لهذه المشاريع وتتوفر مياه. هناك أيضا بدائل لدينا لاستخدام المياه المدورة ومياه المالحة ومياه البزل، وكذلك الأشجار التي سنستخدمها هي أشجار مقاومة للملوحة وقادرة على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة. يجي النوع على دور القطاع الخاص، وأن كنا جزء من القطاع الخاص اللي بالعراق، عندنا استراتيجية كاملة اسمها زيرو إيميشن، صفر انبعاثات كربونية على مستوى كل فروعنا كل دول العالم. ب 2025 احنا لازم نريد نحققها. ضمن هاي الاستراتيجية نعمل احنا من خلال شركتنا بشركة دي اتش ار جلوبال فوروردينج على تقليل الانبعاثات الكربونية، سواء احنا بقطاع الشحن اكو انبعاثات كربونية، سواء تصير بالسفن سواء بالطيران. بالضبط، فهذا اللي راح يساهم، هذه الاستراتيجية اللي راح تساهم بتقليل نسب الاحتراق، وبالتالي تقليل من آثاره على الناس، على أبناء البلد سواء بالعراق أو بكل بلدان العالم. الحلول الواقعية اللي ممكن تنفذ أو المشاريع اللي تنفذ حتى تحد من ظاهرة التلوث البيئي، ومن ثم الظاهرة المهمة هو شحة المياه دائما في فصل الصيف. نعم. العراق ومحافظاته الجنوبية تعاني من شحة المياه ونسبة الملوحة وما إلى ذلك. نعم نعم نعم، فعلا يعني من يعني هذا المؤتمر، خلال هذا المؤتمر تبين بأن هناك أولويات للتصدي لبعض مظاهر التغيرات المناخية التي تمس جوهر يعني التنمية والمواطن. هذا شيء جلي من خلال هذا المؤتمر، وأظن أن الجمهورية العراقية وضعت مخطط، هناك مخطط، وكما سمعنا خلال هذا المؤتمر من خلال تدخل يعني الوزراء والمسؤولين، يعني هناك حساسية لهذا الموضوع، وهناك برمجة مشاريع. الآن هذه الأفكار بالأحرى أفكار مشاريع، العمل الآن يقوم على بلورة هذه الأفكار إلى مخططات واقعية وإنزال المشاريع إلى أرض الواقع. بما يخص مشكل المياه، هناك تجارب يعني يمكن استفادة منها عبر العالم في دول أخرى، وهناك يعني حتى يعني مجهودات الدولة وتوجهها لنقاش مع دول الجوار. أظن هذه كلها أوجه لحلحلة مشكل ندرة المياه، وإن شاء الله توجد حلول، أنا متأكد هناك حلول.